التماس. بعد ما هو رفع الالتماس ما هي طبيعه الحوار؟ خلاص خلاص خلاص. ما هي طبيعه الحوار الذي دار بين كنت متواجدا على قيام المتهم الاول بتقديم اعتذار للمبني عليه وما طبيعه الحوار الذي دار بينهم؟ كنت موجود لما راح اعتذر له اشعر معايا سيدي الحوار ده مين غير كنت موجود وايه اللي حصل؟ هو فكر مصاري فيه تنسيجي ومعارش معانا هو مش عطول بس لما جينا نشكره قال له شكره هو اللي هو اللي اعتذر. يعني هو كان موجود السيد كان موجود معاكم ولا بتشتغلوا يعني قابلتوه مع بعض قابل أشعية يعني فهو قال له شكره هو عشان هو اللي اعتذر لكن بس السبب ان هو يعتذر يعني شوف انت أشعية هو بيعتذر لسيدك هو بيعتذر هو بيوجهه ايوه والحوار كان قصير وهو قال لنا اشكروا المتهم الاول ما تشكرونيش انا لان هو المتهم الاول قدم اعتذار منذ متى اثنى الان بيفنس المجني علي على المتهم الاول في هذه الوقعه؟ كان الواقع ده كان المتهم الاول فيه. كويس بقى يا جماعه كلنا سلام. مش هتناقش معاك وعرفتني جاف يلا يا حسن. انا متابعين. عرفهم من الدين. من الدين والمجني علي رئيس الدين. ما هي علاقة رئيس الدير خلال المجنع علي؟ ما هي علاقة المجنع علي؟